عايزين بقى وصف المشروع، هو كام حاره تقريبا في فصل فيه بين النقل الثقيل من الملاكي ولا لا، السرعه عليه هتبقى قد ايه وما ذلك. لا هو بص حضرتك، احنا دلوقتي هنا ده 4 حارات وده هنا 4 حارات. هناك الطريق القديم 3 و3 اللي هو الطريق اللي هو مش حر اللي هو بالزبط. القديم يعني. فاحنا اكشوالي كده بنخدم ال 140 الف عربيه اللي هي طبعا بتزيد تقريبا، يعني انا متوقع السنه الجايه هتوصل 150 الف عربيه، هتخدمهم 7 حارات. طبعا 7 حارات ده ممتاز طبعا. الناس هتختار الطريق القديم اللي هي هيتم على الاقل حتى توزيع الكثافه المروريه، هتبقى توزيع الكثافه المروريه. ده الطريق ده بالذات هيخدم الناس اللي رايحين بنها، اللي هم رايحين اتجاه كفر الشيخ ورايحين اتجاه اسكندريه ورايحين اتجاه البحيره ورايحين اتجاه مش بس منطقه الاليوبيه بالتأكيد. يعني اللي هو رايحين في نص حتى العابرين المحافظه الاخرى بالظبط. انما انا لو رايح اليوب او رايح طوخ لا مش هيستخدم الطريق ده، ان الطريق ده زي ما قلت لك ملوش منازل ومطالع، هيستخدم على طول الايه الطريق القديم. فهيحصل زي ما انت حضرتك قلت تفضلت كده توزيع. فاحنا لو قلنا لو وزعنا قلنا ال 140 الف دول هيجي لي هنا حوالي 40 الف، ده ممتاز، ده رقم ممتاز، لان زي ما قلت لك في ناس بالنسبه لها عنصر الوقت مهم جدا طبعا. فهو بالنسبه له 25 دقيقه عنصر الوقت وكمان التكلفه في الوقود والتلوث يعني كل حاجه الحقيقه. احنا عندنا حضرتك تقريبا العربيه النقل اللي زي دي محمله بتستهلك حوالي لتر وربع في الكيلو. يعني ال 40 لتر دول ال 40 كيلو دول بيكلفوا تقريبا حوالي 50 كيلو 50 لتر انا اسف. فال 50 لتر دول لما يمشي بيهم على طريق حر طبعا ال 50 لتر دول هيبقوا حوالي 30، يعني هيوفر 20 لتر. النهارده اللتر للسولار بحوالي 3.65 يعني 20 في 3 65 يعني هو هيوفر 75 جنيه توفير واضح ومباشر، ده بالاضافه الى الوفر اللي موجود عندنا في الوقت.